أكثر شرطين تخلف فيها النساء شروط الحجاب الصحيح؟ من شروط الحجاب الصحيح أن يكون صفيقا لا يشف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كثيات عاريات على رؤوسهن كأسنعة البخت، يلعنهن فإنهن ملعونات. قال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يقف لا يستر، فهن كثيات بالاسم عاريات في الحقيقة. الشرط الثاني أن يكون فضفاضا غير ضيق فيقف شيئا من جسمه. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهدها له ضحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تقصف حجم عظامها.